بسم الله الرحمن الرحيم. قصة الأيام لعميد الأدب العربي طه حسين. التعريف بالكاتب: طه حسين عميد الأدب العربي، واحد من أعظم وأهم إن لم يكن أهم المفكرين العرب في القرن العشرين لدوره التنويري العظيم، وإن كانت آراؤه محل جدال كبير. ولد طه حسين في 14 من نوفمبر عام 1889 في عزبة الكيلو التي تقع على مسافة كيلو متر من مغاغة بمحافظة المنيا بالصعيد الأوسط. وكان والده موظفا صغيرا في شركة السكر. أنجب 13 ولدا سابعهم طه حسين. كف بصره وهو طفل صغير نتيجة الفقر والجهل المستشري في المجتمع من حوله، فلقد أصيب بالرمد فعالجه الحلاق علاجا ذهب بعينيه، ولكنه كافح كف البصر فأخذ العلم بأذنيه لا بأصابعه، فقهر عاهته قهرا وحفظ القرآن الكريم في 9 من عمره قبل أن يغادر قريته إلى الأزهر طلبا للعلم، وتمرد على طرق التدريس بالأزهر وعلى شيوخه، فانتهى به الأمر إلى الطرد منه عام 1908 ميلادية. التحق بالجامعة المصرية الوليدة، حاليا تسمى جامعة القاهرة، وكانت من قبل تسمى الجامعة المصرية، ثم أصبح اسمها جامعة فؤاد باشا، وكل ذلك قبل ثورة يوليو عام 1952. حصل منها على درجة الدكتوراه الأولى له في الأداب عام 1914 عن أديبه المفضل أبي العلاء المعري برسالة موضوعها تجديد ذكرى أبي العلاء. ثم سافر إلى فرنسا للحصول على درجة الدكتوراه، وعاد منها عام 1919 بعد أن فرغ من رسالته عن ابن خلدون، فعمل أستاذا للتاريخ اليوناني والروماني إلى عام 1925، حيث تم تعيينه أستاذا في قسم اللغة العربية مع تحول الجامعة الأهلية إلى جامعة حكومية. وما لبث أن أصدر كتابه في الشعر الجاهلي الذي أحدث عواصف من ردود الفعل المعارضة لآرائه التي اعتبرها البعض آراء فاسدة مدفوعة بأغراض غربية. ترقى في مناصبه سريعا حتى أصبح عميدا لكلية الآداب عام 1930 ميلادية، ولكنه حين رفض الموافقة على منح الدكتوراه الفخرية لكبار السياسيين عام 1932 تعرض إلى الطرد من الجامعة التي لم يعد إليها إلا بعد سقوط حكومة صدقي باشا. كان انحيازه دائما للمعذبين في الأرض الفقراء، فعندما عين وزيرا للمعارف في الوزارة الوفدية عام 1950 وجد الفرصة سانحة لتطبيق شعاره الأثير: التعليم كالماء والهواء حق لكل مواطن، واستصدر قرارا بمجانية التعليم العام حتى مستوى الثانوي. وكان لهذا القرار نتائج سياسية واجتماعية وثقافية لا تقل عن ثورة اجتماعية وفكرية كاملة. ثم أصبح بعد ذلك عام 1963 رئيسا للمجمع اللغوي الرئيس الثالث، ونال تقدير الدولة فأهديت إليه في عهد الثورة قلادة النيل، وهي أرفع الأوسمة المصرية، ولا تمنح تلك القلادة إلا لرؤساء الدول والملوك. ومؤلفاته التي أسرى بها المكتبة العربية تصل إلى نحو 100 كتاب بين مؤلف ومترجم، منها حديث الأربعاء ومرآة الإسلام، الوعد الحق، مع المتنبي، الشيخان، على هامش السيرة، دعاء الكروان، وحافظ وشوقي. توفي في 26 أكتوبر 1973.
التعريف بالكتاب. الأيام أول سيرة ذاتية جادة سباقة في واقعيتها وصفاء لغتها، وقد كتبها طه حسين عن نفسه عام 1926 ليعطينا فيها صورة صادقة عن حياة الصبا القاسية التي قاوم صعوباتها ومشقاتها مثلما قاوم العمى والجهل. وتعد الأيام أول كتب السيرة الذاتية في الوطن العربي. يتكون الكتاب من ثلاثة أجزاء. الجزء الأول يتحدث فيه طه حسين عن طفولته بما تحمل من معاناه، ويحدثنا عن الجهل المطبق على الريف المصري وما فيه من عادات حسنة وسيئة في نفس الوقت. الجزء الثاني يتحدث عن المرحلة التي امتدت بين دخوله الأزهر وتمرده المستمر على مناهج الأزهر وشيوخه ونقده الدائم لهم، وحتى التحاقه بالجامعة الأهلية. الجزء الثالث يتحدث فيه عن الدراسة في الجامعة الأهلية، ثم سفره إلى فرنسا وحصوله على الدكتوراه، ثم العودة إلى مصر أستاذا في الجامعة. أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الثانوية العامة، حول قصة الأيام لعميد الأدب العربي طه حسين قدمت لكم تعريفا موجزا بالكاتب والكتاب. كانت معكم دعاء الجندي، متمنية لكم كل التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.